وفي المنشور وذكر حسام الحمايدي في المنشور الخامس في الرد على المتكلمين أنهم يقولون أن خبر الواحد ينتج الظن ولا ينتج العلم، والخبر المتواتر ينتج العلم. يعني المتكلمون يفرقون بين الخبرين من جهة إنتاج العلم والظن، فكلامه يظهر منه أنه يساوي بين قوة المتواتر وقوة الآحاد في إنتاج الإدراك الجازم. فهذا نزاع بيني وبينه في المساواة، هو يساوي وأنا أفرق. والدليل على صحة نسبتي الفرق بين الخبر المتواتر وخبر الآحاد من جهة إنتاج العلم، لو جاءني واحد من الصحابة وأخبرني خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءني خمسة من الصحابة وأنا ذهبت إلى خمسة من الصحابة رضي الله عنهم وسألتهم عن مسألة، خمسة أو ستة أو عشرة أجابوني عن هذه المسألة بجواب واحد، هل يستوي إدراكي في أن هذا منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كاستواء خبر الواحد؟ لا أقول من جهة الكذب والصدق، لأن الصحابة رضي الله عنهم عدول ولا يكذبون على رسول الله، لكن هذا خبر الواحد قد يدخله الخطأ والنسيان، وهذا وقع من الصحابة رضي الله عنهم. فممكن الصحابي أن ينقص شيئا أو يزيد شيئا من قبيل الخطأ أو النسيان، أو ينقل هذا الخبر على غير يعني الوجه الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وقع من نقل أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة. فهل يستوي هذا خبر الواحد في إنتاج الإدراك الجازم كاستواء خبر الخمسة أو الستة؟ الخمسة الذين سألتهم عن مسألة أو نقلوا إلي مسألة وقالوا بقول واحد، هذا أجزم أنه حقيقة سالم من الخطأ والنسيان، لأنه لو نسي واحد لكان وجدنا ما نسيه الواحد أو الأخطأ في أخبار الآخرين، لكن لما قالوا بنفس المقولة وقالوا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فهذا حقيقة ينتج العلم، والخبر الواحد لا ينتج العلم، ينتج الظن. مع أن العقل إذا نظر في شروط الواحد وفي معنى الواحد وشروط المتواتر ومعنى المتواتر يفرق بينهما ضرورة، يعني بعد النظر لا يساوي بين خبر الآحاد وخبر المتواتر. ولا أقول عن خبر المتواتر وخبر الآحاد فيما وافق الكتاب والسنة، لا أتكلم عن المتن، يعني لو جاء من الصحابة وأخبرني خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر نصه في القرآن، هذا أدرك إدراكا جازما بأنه يعني حقيقة منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سالم من الخطأ والنسيان. لكن أقول إذا نقل لي خبرا وهذا الخبر استقل بمعنى، هل أدرك إدراكا جازما أن هذا الحديث سلم من الخطأ والنسيان؟ لا أدرك إدراكا جازما. فبهذا يظهر صحة يعني نسبتي وبطلان نسبة حسام الحمايدي في هذه القضية.
والله أعلم وأحكم.